احنا عايزين نطلق مبادرة بتبني مواهب متحدي الإعاقة، برنامج صح النوم. هنحاول بقدر ما نستطيع ان احنا نتبنى اي موهوب في من متحدي الإعاقة، وهم كثر، سواء عنده فكرة، ابداع في البحث العلمي، اختراع، موهوب في فنيا، فن تشكيلي، في الادب، في الشعر، في القصة، في الغنى، في الموسيقى، اي موهبة احنا هنعرضها على الشاشة وهنستضيف صاحبها وهنحاول نوصله للجهة اللي يمكن ان تنفذ فكرته او تجعل فكرته وعملية وواقعية، سواء اذا كان في العلوم او في الفنون والادب. صح النوم يطلق مبادرة تبني مواهب متحدي الاعاقة، وان شاء الله باذن الله هنعمل كمان لجنة هيبقى فيها يعني باذن الله اي حد هيعمل حاجه كويسه، سواء اختراع كويس، سواء فكره كويسه، هنحاول نشوف باذن الله جايزه، سواء جايزه ماديه او عينيه، وده من خلال لجنه هتتشكل. وممكن تبعتونا على صفحه البرنامج كل متحدي الاعاقه اللي في مصر اللي عندهم مواهب يراسلونا ويبعتونا ويتواصلوا معانا او يصوروا فيديوهات او يصوروا نفسهم ويبعتونا للصفحه، واحنا هنعمل لجنه وهنشوف افضل هذه الافكار او الاختراعات. وطبعا اي فكره يعني تتوفر فيها شروط انها فكره جديده او موهبه حقيقيه ان شاء الله يكون لديها او لها الاعتبار من خلالها.